تصدر فيلم بعد الشر من بطولة علي ربيع شباك التذاكر السعودية على مدار الأسبوعين الماضيين. أنا اسمي سليمان أبو لبن، وبيدلعوني يقولوا لي سولي أبو لبن. عايزة اليوم ده يمشي حلو قوي، ناخد الصورة بتاعت البوسة هنا ولا لما نروح البيت؟ الفيلم من بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين ورنا رئيس بجانب بيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وهالة فاخر وشيرين. الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد ومن إخراج أحمد عبد الوهاب. بعد الشر تفوق على عدة أفلام من ناحية الإيرادات كفيلم هارلي وفيلم سوبر ماريو، وعلى عكس ذلك في مصر يحتل المركز الثالث في سلم الإيرادات. تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول سولي الذي ينجح في إيقاع الفتيات في غرامه، مثل والده الذي يجسد شخصيته بيومي فؤاد، ويهرب من زوجته رنا رئيس يوم الزفاف بمساعدة صديقه أس أس، فتنتقم منه بعمل سحر له بمساعدة والدها عمرو عبد الجليل، يجعله لا يستطيع الاستمرار في أي علاقة حب. مواقف كوميدية كثيرة توجد في الفيلم الذي يجعله عودة قوية بالنسبة لعلي ربيع بعد عدد من الأعمال المتواضعة. السؤال بالنسبة للمشاهدين، هل شاهدت الفيلم وما رأيك فيه؟ بيلي شبه براد بيت. بيت؟ I will end this conversation. بحب المستر ألاغنيس. طب لو راجل افتح يا سولي. لو راجل بقى. مرة تحول لست والتانية تسخط لإب. يعني ده اتحول لده؟ أنا مش قرد، أنا بني آدم. قول لصاحبك اللي أنا مش هسيب. أنا مش فاهم انتوا قافشين فيه يعني كده ليه؟ لا هو حسين فهمي ولا كريم فهمي ولا حتى في شبه مني.